كوثراني. المتحدث الثالث في الجلسة محجوب زويري. ورقتي ستكون تركز على أربع محاور أو خمس محاور أساسية، وهي تنطلق من فرضية مهمة، وهي أن العرب وإيران كانوا قومين متفاعلين حتى قبل الإسلام. بمعنى آخر، أن التفاعل بين قومين، وأنا أصر على كلمة قومين لأني أتحدث عن مجموعتين بشريتين فرضت الجغرافيا عليهم أن يتعاملوا مع بعضهم حتى قبل الإسلام. وتنطلق من فرضية أخرى، أن العرب وإيران عندما لم يكن، كما تحدث أستاذ فهمي هويدي، عندما لم يكن هنالك عامل ثالث في علاقتهما، كانوا قادرين على إدارة أزمتهما بشكل أو بآخر. وسأتعرض الآن إلى بعض هذه المعالم، سميتها معالم على طريق العلاقة بين إيران والعرب في ظلال التاريخ والدين. المعلم الأول، من ذهب أو من يذهب إلى شيراز سيلاحظ جدارية كبيرة على في تخت تمشيد، وهي المدينة التي تؤرخ إلى العهد الأخميني في إيران 550 إلى 335 قبل الميلاد. في ذلك، في تلك الجدارية صورة لعرب جاءوا لتهنئة الإمبراطور الأخميني، وهي تبدي ذلك من خيار اللباس والجمل وما قدموه له من هدايا. هذه الصورة تتحدث بشكل واضح أن الجغرافيا، أن الأرض، أن هذا الامتداد الجغرافي، سواء كان ذلك عبر العراق أو كان ذلك عبر الخليج، فرض نوعا من التواصل حتى قبل الإسلام. عندما جاء الإسلام شكل مرحلة فاصلة في وعي كل طرف عن الآخر. فالعرب بالنسبة لهم قوم منتصرون، أن فتحوا بالنسبة إلى إيران، أنهوا حضارة أخرى، ذهبوا وسيطروا على إيران وفتحوها وأصبحت دولة إسلامية، جزءا من العالم الإسلامي. لكن هذه الفترة نحن في العالم العربي أو كعرب نهمل كيف يفكر الآخرون فيها. أبرز مؤرخيهم يدعى عبد الحسين زرينكوب في كتاب له يدعى ذو قرن السكوت، بالعربية معناه قرنان من السكوت، يتحدث بشكل واضح ويقول أنه منذ أن دخل العرب إلى إيران حل على إيران السكوت، فإيران كانت خارجة السياق التاريخي بالنسبة له. ويتحدث في مقدمة كتابه فيقول: كيف استطاع هؤلاء القادمون من الصحراء أن ينهوا حضارة أمة مثل الساسانيين؟ لكن عبد الحسين زرنكوب أهمل حقيقة أساسية، أن الإسلام جاء في مكة، ومكة مدينة التجارة، والتجارة تعني الاستقرار، ومقولة الاستقرار لابن خلدون تعني أن العرب لم يكن فقط، الإسلام لم ينزل فقط في صحراء وبين القبائل، وإنما نزل في مدينة كان الناس مستقرون فيها. هذا الوعي الموجود لم يكن موجودا عند بعض المؤرخين الإيرانيين. وذكرت فقط مثالا، مؤرخ آخر يكتب بوليبال جوزشتي عبور على الماضي، يتحدث بشكل واضح فيقول: أننا ضعنا كإيرانيين عندما جاء العرب إلى إيران. هذا الوعي الذي يشكله هو وعي مستمر متنام، كما تحدث الأساتذة الأفاضل، يمكن جذبه في ظروف معينة ليحدث أزمة، ويمكن أحيانا السكوت عنه ليحدث للحديث عن نوع من العلاقات الطيبة. الأمر الآخر أو العلامة الثانية في هذا السياق، الحديث منذ أن انتهت الدورة الأموية نتحدث عن الشعوبية، والشعوبية تحدث الدكتور وجيه كوثراني، وتحدث تحديدا عن وجهة نظر الدكتور عبد العزيز الدوري رحمه الله. الشعوبية عندما بدأت كمصطلح تحدثت عن الآخر، والآخر لم يكن في الحضارة الإسلامية سوى الإيرانيين، لأننا نسمع عن الدور التركي في الحضارة الإسلامية عندما جاء المعتصم، وبالتالي استخدام كلمة فرس واستخدام كلمة عجم كان يعني بالضرورة الإيرانيين الذين أصبحوا إيرانيين بالكلمة منذ القرن التاسع عشر. وبالتالي استخدام كلمة مصطلح الشعوبية كان في الحقيقة غطاءً إلى نوع، سميه صراعا، سميه تنافسا، بين قطبين أساسيين في الدولة العباسية، هما تيار الكتاب وتيار الفقهاء. تيار الكتاب كان يمثله العنصر الإيراني أو الفارسي، كانوا هم الأكثر مهارة للعمل المكتبي في الدواوين وفي منشآت الدولة العباسية. أما الفقهاء فكانوا عربا، ولذلك عندما حدثت الفتنة بين الأمين والمأمون في العصر العباسي
بالنظر إلى مصادرنا التاريخية تتحدث عن أن الأمين كان يمثله العرب، كان يمثل العرب، والمأمون كان يمثل غير العرب، وبالتالي كان يعني بالضرورة يمثل الفرس، وبالتالي كانت تخفي نوعا من صراعا بين قوتين مهمتين داخل الدولة العباسية. وبالتالي هذا النوع تجده أيضا في محنة أحمد بن حنبل، لأن هنالك تفسيرا لها بأن محنته له علاقة بهذا الصراع بين هذين التيارين. هنالك تأثير أو مرحلة أخرى سميها التأثير على اللغة الفارسية. العرب لم يكن فقط تأثيرهم وسحرهم على الإيراني أو على فقط في الموضوع السياسي وإنهاء الحضارة الساسانية. عندما ظهرت الدولة السامانية في خراسان في القرن الثالث الهجري، اللغة الفارسية تغيرت حروفها من اللغة البهلوية القديمة إلى اللغة الفارسية اليوم، وهي بالحرف العربي. فجميع الحروف الفارسية باستثناء أربعة حروف هي حروف عربية. فبالتالي التاريخ هنالك نوع من التاريخ من التأثير المتبادل على الآخر. ليس صحيحا أنه فقط العرب كانوا مستهدفين، خاصة عندما تحدث عن العصر عن الفترة المعاصرة. العرب كان لهم دور حقيقي في تأثير ملامح أساسية في الهوية الإيرانية، مسألة اللغة، تأثير الدين. هذه قضايا شكلت الوعي الإيراني نحو العرب اللي نرى فصولها في حياتنا المعاصرة. تأثير اللغة استمر حتى اليوم، وبالتالي عندما جاء محمد رضا بهلوي في ووالده بالأحرى 1921، أول شيء قام فيه كان يحاول أن يقوم مقام كان يحاول أن يكرر ما قام به مصطفى كمال أتاتورك، أن يعيد الحرف الفارس القديم. فلم يكن من المقدور الحقيقة العودة إلى الحرف الفارس القديم، فأصبح نوع من المنهجية في محاولة إعادة قدر الإمكان اللغة الفارسية القديمة محل الحرف العربي في اللغة الفارسية. المعلم بعد سقوط بغداد، في الحقيقة سقوط بغداد بالنسبة لإيران أعطاها ضوءا أخضر للانفصال عما نسميه اليوم المشرق العربي. ليس صحيحا القول أن إيران انفصلت عن المشرق العربي 1507 بإنشاء الدولة الصفوية. الحقيقة بوادر الانقسام بدأت منذ سقوط بغداد، فبعد ذلك حكمها الإلخانيون وكانت لهم هوية شبه منفصلة عن بقية العالم الإسلامي. ولكن الانفصال المذهبي، وأنا أؤيد 100% ما تفضل به دكتور وجيه كوثراني، هنالك في القرنين الثامن والتاسع الهجري قبل الصفوية كان هنالك نوع من الخلط المذهبي بين الصوفية وبين السنية وبين الشيعية، والاعتزاز برموز الثلاث مجموعات الحقيقة. فتكريم لأهل السنة وتكريم لأئمة وتكريم أيضا لزعماء أو طرق الصوفية، مريدي طرق الصوفية. وبالتالي هذا كان الخلط موجود. الفصل والفرز الحقيقي حصل 1506 عندما جاء أيضا، وهنا أؤكد على القضية، عندما جاء العرب الشيعة من الإحساء ومن جبل عامل ومن البحرين، وساهموا في حدث طال 100 عام في عمليا تعزيز أو نشر المذهب الشيعي الاثنى عشري في إيران. وبالحقيقة في هنا يعني أذكر شيء ببالغ الأهمية. في تلك الفترة ملوك الفرس أو حكامهم كانوا يتقنون اللغة التركية، وعلماءهم العرب يتقنون اللغة العربية، والشعب الإيراني اللغة الفارسية. فكان في مشكلة بالتواصل بين الأقوام الثلاث. استغرقت 100 عام حتى استطاع العلماء أن يعرفوا شيئا من الفارسية وأن يتواصل معهم الملوك الصفوية. وبالتالي هذه التفاصيل تعطينا يعني شيئا أساسيا بأن حتى قضية نشر المذهب الشيعي في إيران لم تكن سهلة ولم تكن قادرة لولا مساعدة القوم المحيطون في إيران، وهنا العرب. المعلم أو الرابع في هذه القضية، الحقيقة الصراع بين الصفوية وبين العثمانية. وهنا يعني أؤكد على ما قال الدكتور وجيه، سليم الثاني و شاه إسماعيل كانوا مريدين في نفس الحلقة البكتاشية، يعني كانوا يعرفون بعضهم حتى قبل أن يصبحوا ملكين لمملكتين. وهناك تحليل لمؤرخ ألماني يقول، يعزز يتحدث عن الدور الشخصي في أحداث التاريخ، فيقول أن معرفة هذين الشخصين لبعضهما أدى إلى صراع يعني دام سنوات بين العثمانيين وبين الصفويين. في الحقيقة يعني أختم بهذه الملاحظة، هذه المعالم الثلاث شكلت وعي
وعيا مهما لدى الإيرانيين عن العرب، وشكلت وعيا مهما عن العرب بالنسبة للإيرانيين. وبالتالي يعني كلمة العجم وكلمة الفرس، وهنا لاحظوا معي أنا أتحدث عن قوم، يعني أنا أحاول أن أبتعد عن، لأنه ظهور الدورة الحديثة نحن ندخل فصل جديد، لكن هذا تفاعل دام سنوات. لاحظوا معي أن لا نزاع بين العرب وبين الصفويين، لأن العرب كانوا أيضا مسيطر عليهم من قبل العثمانيين، وبالتالي نحن نتحدث عن بوادر صراع حديث بهوية حديثة تتناسب الدورة الحديثة بعد حصول أو ظهور الدورة الحديثة العربية، وسيما في بداية القرن العشرين. شكرا لكم.